ليا، فقرتنا الأولى لليوم حنحكي رغم الحرب الطويلة وما خلفته من أزمات اقتصادية واجتماعية ومادية وغيرها، إلا أنها عجلت المسرح السوري لم تتوقف، متحدية بشاعة الموت والحرب، رافضة كل ما أثر به الإرهاب من جهل وتخلف، غايته طمس معالم الحضارة والثقافة والفن بجميع معالمه وأشكاله. بيسعدنا نلتقي بصباحنا لليوم الأستاذ جوان جان، وهو رئيس تحرير مجلة الحياة المسرحية وناقد مسرحي. يسعد صباحك أستاذ، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. صباح الخير أستاذ جوان، وأهلا وسهلا فيك. يعني المسرح والفن تضرر خلال سنوات الحرب مثله مثل أي مجال بسوريا، ولكن خلينا نحن اليوم كصناع هذا الفن وكنقاد هذا الفن، كيف كان أثرنا بالحرب؟ كيف كنا نكون صح لنوقف صح بعالم المسرح ويمكن ما يتزعزع هذا العالم؟ طبعا لا شك أنه يعني في السنة الأولى من الحرب على سوريا تأثر المسرح سلبيا مثله مثل باقي الفعاليات، ليس فقط الثقافية بل الاقتصادية والاجتماعية إلى آخره. طبعا تجلى هذا التراجع في السنة الأولى بتضاؤل عدد العروض المسرحية المقدمة، بتوقف الحركة المسرحية في بعض المحافظات، ولكن في السنة الثانية بدأت الروح تعود إلى الحركة المسرحية السورية، خاصة وأن المسرحيين السوريين أدركوا أن هناك يعني دور يجب أن يقوموا به في إطار التصدي لهذه الحرب، وفي إطار يعني تثبيت وإعادة الروح للحياة بشكل عام، الحياة الاجتماعية اليومية. فكان هناك يعني العديد من الأعمال المسرحية التي أيضا حاولت أن تحاكي موضوع الحرب على سوريا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا بالإضافة طبعا إلى أن العديد من المهرجانات المسرحية السنوية التي كانت تقام في المحافظات توقفت لفترة سنة أو سنتين ثم عادت بالتدريج، وهناك أيضا مهرجانات مسرحية تم يعني إدراجها وولدت أثناء هذه يعني في السنوات الأخيرة. خلينا نحكي أكثر أستاذ عن الحياة المسرحية، كيف اختلفت قبل الحرب وبفترة الحرب وهلأ؟ شو اللي اختلف بهالمراحل الثلاثة برأيك؟ هلأ طبيعة الجمهور اختلفت إلى حد ما قبل ما نحكي عن طبيعة الأعمال المسرحية. يعني الجمهور في فترة من الفترات يعني تراجع دوره وتراجعت كمية حضوره بما يتعلق بالحضور العروض المسرحية لظروف مختلفة، ربما أحيانا منها أيضا الظروف الاقتصادية، ولكن عندما يكون هناك عمل مسرحي متقن نصا وإخراجا وأداء نجد أن الجمهور يعود إلى خشبات المسارح وبكثافة، إلى درجة أن بعض الأعمال المسرحية كانت يعني كان يتم إغلاق يعني صالة المشاهدة حتى يعني قبل اكتمال، قبل أن يدخل جميع الناس الذين يودون أو يرغبون بحضور العمل المسرحي. هذا يدل على أن الجمهور عندما يكون هناك عمل جيد يقبل عليه في كل الظروف. طبعا طبيعة الأعمال المسرحية أيضا اختلفت كما ذكرت، أصبح هناك محاولة لأن تكون الحرب جزءا أساسيا من هذه العروض، حتى عندما كان المخرجون المسرحيون يلجؤون إلى النصوص المسرحية المترجمة العالمية كانوا يحاولون إعدادها بطريقة تناسب وتلائم يعني الظروف والمرحلة الحالية. تمام. يعني أستاذ جوان، نحن أيضا يعني فقدنا خلال الحرب أشخاص بجميع المجالات الحياتية، ولكن بالمسرح أيضا تم فقدان أشخاص كان لهم دور، إما من خلال السفر أو من خلال الإصابات بالحرب أو الموت، منهم كان فنيين ومنهم كان ممثلين أيضا، وفي بعض الممثلين اتجهوا إلى الأعمال المشتركة المتلفزة وبعدوا عن المسرح. اليوم يعني تمكين الأشخاص الجدد خريجين المعهد العالي، الناس الغير معروفين من أخذ فرصة، هل كان لهم أثر حقيقي بإيصال الصورة الحقيقية للمسرح؟ نحن نعرف أن المسرح هو أصعب من التلفزيون ومن السينما. تماما. يعني ما يميز الحركة المسرحية في سوريا أنها حركة ولادة، بمعنى أن دائما هناك أجيال جديدة
ترفض الأجيال السابقة القديمة، سواء يعني من خلال الممثلين الذين يتخرجون من المعهد العالي للفنون المسرحية، أو الذين يظهرون من خلال فرق المنظمات الشعبية مثل فرق المسرح الشبيبي أو الجامعي أو العمالي. طبعا هناك أجيال جديدة أخذت دورها، أخذت مكان الأجيال القديمة التي يعني استنكفت عن العمل لسبب أو لآخر، وبالتالي دائما هناك روح جديدة في المسرح السوري. وأنا هنا يعني أود أن أشير إلى مشروع دعم مسرح الشباب الذي ترعاه مديرية المسارح والموسيقى منذ حوالي 4 سنوات، وهو المشروع الذي قدم للحركة المسرحية في سوريا على صعيد الإخراج تحديدا عددا من الأسماء التي أعتقد أنها ستكون هامة وكانت لها يعني تجارب سابقة سواء في مسارح الخاصة أو في مسارح المنظمات الشعبية. من خلال هذا المشروع أثبتت هذه الأسماء وجودها، خاصة وأن المشروع لم يشمل مدينة دمشق فقط، ويعني خرج عن حدود محافظة دمشق إلى بعض المحافظات الأخرى، ويعني أتمنى أن يستمر لهذا العام هذا المشروع بزخم أقوى وبيعني حركة ديناميكية أكثر مما هو موجود. أكيد. خلينا نحكي أستاذ عن الوسائل اللي اتبعها الإرهابيون لتدمير الثقافة عنا والفن بسوريا، برأيك شو هن؟ طبعا في البداية كان تدمير المكان، يعني طبعا. في الأماكن التي سيطروا عليها لفترة من الزمن كان هناك استهداف للحواضر الثقافية من مراكز ثقافية من آثار من متاحف إلى آخره، وهذا الأمر أثر سلبيا يعني على الحركة الثقافية بشكل عام. أيضا كان هناك استهداف لبعض الفنانين الذين لم ينخرطوا معهم في الجنون الذي أتوا به، ولكن يعني بالمحصلة يعني عاد التماسك إلى الحركة الثقافية عامة والمسرحية خاصة، ويعني نستطيع القول اليوم أن يعني أن المسرح في سوريا عاد إلى أن مضي في طريقه الذي كان يعني يمشي به في الفترة التي سبقت الحرب. نعم، يعني أستاذ جوان دائما يعني الشباب السوري أو الشعب السوري هو ذواق ومشتاق للمسرح بمرحلة من المراحل، يعني ما بدنا ننكر أنه آخر 3 سنين من حياتنا كان في عجقة كتير بيكون على أي عرض مسرحي. صحيح. إن كان بمسارح عامة أو مسارح خاصة طبعا. وكان في مسرحيات ضوى عليها وأخذت جوائز، وأيضا سافرت يمكن في مشاركات خارج سوريا. اليوم خلينا نحكي عن أهمية يمكن الدعم الداخلي من الناس من الجمهور من الحضور، وأيضا في الخارج التمثيل هذا المسرحي بالخارج. طبعا في يعني سوريا موجودة في المهرجانات المسرحية منذ سنواتها الأولى، يعني أول مهرجان مسرحي عربي كان مهرجان دمشق الذي أقيم في العام 1969 يعني واستمر حتى العام 2010. الحضور السوري دائما قوي في المهرجانات المسرحية العربية، وهناك العديد من الجوائز التي نالتها الأعمال المسرحية السورية في هذه المهرجانات. وفي كل يعني مهرجان أو مناسبة أو فعالية مسرحية عربية نحضرها أو يحضرها الزملاء دائما السؤال عن واقع الحركة المسرحية في سوريا، عن ماذا يفعل المسرحيون السوريون هذه الأيام. طبعا المشاركات كانت عديدة، منها مشاركات على سبيل المثال في مهرجان المسرح العربي الذي يقام سنويا ودوريا بالتناوب ما بين العواصم العربية، وبالمناسبة كان من المفترض أن تقام دورة العام 2011 في دمشق ولكنها للأسف لم تقام. أتمنى يعني من إدارة الهيئة العربية للمسرح أن تولي دمشق أهمية في المستقبل وأن تعيد إليها المهرجان الذي كان من المفترض أن يقام قبل 10 سنوات. أيضا هناك تواجد سوري في مهرجان قرطاج المسرحي في تونس، هذا المهرجان العريق أيضا وهو توأم كان مهرجان دمشق المسرحي. أيضا مهرجان المسرح التجريبي في القاهرة لا يخلو من أعمال مسرحية سورية. المسرح السوري موجود. أيضا في العراق تقام مهرجانات مسرحية للأطفال، العروض الطفلية السورية تشارك دائما في هذه المهرجانات وتحصد الجوائز. المسرح السوري يعني نستطيع القول أنه في المقدمة عربيا، ولكن نحن أيضا ننتظر أن يقوم المسرحيون العرب كما كانوا في السابق بأن يجلبوا عروضهم ليعرضوها في دمشق.
نعم أكيد. خلينا نحكي أكثر عن اليوم العربي للمسرح، شو كان المميز بسنة 2020؟ هذا اليوم شو المميز؟ شو اللي تغير وشو اللي فرق من قبل لهلأ برأيك أستاذ؟ طبعا اليوم العربي للمسرح يصادف في العاشر من كانون ثاني من كل عام. للعام الحالي كتب أكاديمية المسرحيين العرب الكاتب المسرحي الإماراتي إسماعيل عبد الله، وتم توزيع هذه الكلمة على المسارح العربية. طبعا هي انطلقت هذه المناسبة أو الفعالية في العام 2008 مع إقامة الدورة الأولى من مهرجان المسرح العربي، واستمرت في يعني كل عام يكلف مسرحي عربي متميز ومخضرم بكتابة وقراءة هذه الكلمة. كان نصيب سوريا مرتين خلال هذه السنوات، مرة من خلال المخرج المسرحي الفنان زيناتي قدسية، ومرة من خلال الكاتب المسرحي فرحان بلبل. نعم أستاذ جوان، يعني خلينا نحكي عن واقع المسرح. يعني بعد التعافي من الحرب على سوريا نوعا ما، صار عندنا يمكن أزمة اقتصادية وكورونا وهيك، كمان هي الظروف الصعبة منعتنا من أنه نروح على المسرح أو نرجع نحيي المسرح أكثر وأكثر. ولكن بالعموم اليوم المسرح السوري شو بينقصه؟ يعني نحن حضرتك كناقد، نحن بننقد هذا العمل، ولكن في ظروف نحن أو الممثلين والفنيين موضوعين تحت يعني لا حول ولا قوة. فاليوم نحن كناقدين لمين منوجه الصوت، وشو هي الأدوات اللي لازم تتحسن على مسرحنا السوري؟ أعتقد هناك أمران أساسيان يجب توفرهما كي نقول أننا يعني نمتلك مسرحا سوريا يوازي العراقة والحضارة التي تتميز بها الثقافة السورية. أول يعني الجانب الأول هو توفر العنصر المادي بشكل جيد بالنسبة للعاملين في مجال العمل المسرحي، سواء صعيد المخرجين أو الفنيين أو الممثلين أو الكتاب. دون وجود عامل مادي جيد لا يمكن لأي حركة، ليست مسرحية فقط، أي فعالية حياتية أن تتطور بدون وجود العامل المادي الجيد. العامل الآخر هو عامل المكان، يعني لا يمكن للحركة المسرحية السورية أن تتطور بوجود مسرحين فقط منذ عام 1960 وحتى العام 2021. يعني خلال 60 عاما نحن لم نستطع أن نوجد سوى مسرحين لتقديم الأعمال المسرحية بشكل دائم. أنا لا أقول بشكل موسمي مرة كل عام أو كل عامين، هناك منصات مسرحية كثيرة تقدم أعمال مسرحية ولكن لا تخصص للعمل المسرحي بشكل جاد وبشكل دائم. نحن بحاجة إلى أماكن عرض جديدة، وهناك في دمشق دائما أردد أماكن عرض متوفرة وفي وسط المدينة، هي صالات السينما المغلقة منذ عشرات السنوات والتي ترتع فيها الرطوبة والقوارض للأسف. يعني يمكن وعندنا عدد كثير كبير من صالات السينما، يعني عم نتفاجأ، أنا بتفاجأ فيها يوم عن يوم أكثر. عندنا في دمشق صالات سينما مغلقة تمتلك مواصفات دور الأوبرا، نعم، مثل سينما الزهراء أو سينما أمير، أو يعني هناك العديد من دور السينما المختلفة المغلقة للأسف. يعني حتى إن كانت درجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، النظر يعني فينا يمكن أن تكون درجة أولى عن طريق الاستخدام. تماماً يعني تماماً. نحن لا نريد أن نقول كيف كانت تستخدم هذه الدور أو مستواها. يعني اليوم يمكن يعني بوجود حالة تعاقدية معينة بين وزارة الثقافة وأصحاب هذه الدور أن يتم ضمها إلى يعني إلى مسارح الوزارة، كما تم ضم مسرح الحمراء في العام 1960 وهو كان بالأصل صالة سينما للقطاع الخاص. تمام. وتفعيل دورهم بشكل أكبر. تماما أكيد. خلينا نحكي نصائح أخيرة أستاذة لكل الخريجين الجداد، شو بتنصحهم؟ والله هم ليسوا بحاجة إلى نصيحة، هم يعملون بالمسرح وبالتلفزيون وبالسينما، فقط أتمنى أن تكون انتقاءاتهم أكثر جدية في الأعمال، خاصة في المسرح طالما نحن نتحدث عن المسرح فقط. وأتمنى يعني أن يعطوا من وقتهم ولو يعني مرة في السنة أو في السنتين لتقديم الأعمال المسرحية، خاصة يعني وأن هناك رغبة حقيقية من القائمين على المسرح باستقطاب كل الأسماء التي فعلا تود أن تعمل في مجال العمل المسرحي. نعم، نحن بدنا نتشكرك كثير ونتمنى أن المسرح يضل عايش وموجود ويزيد ألقه أكثر وأكثر. طبعا نتشكرك كثير أستاذ محجان. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا أستاذ جوان جان، يسعد صباحك عن جديد. أهلا وسهلا.